بالفعل اليوم اتواجد امام مقر ولايه جهه طنجه تيتوان الحسيمه. بالفعل يعني ان شاء الله وضعت ترشيحي اللي باسم التجمع الوطني الاحرار في لائحه البرلمان ولائحه الجهويه. أطلب من جميع التوفيق الإخوان اللي وضعوا ترشيحاتهم، وإن شاء الله موفقين جميعا في هذه الأيام. عتكون إن شاء الله حملة للدفاع عن البرامج وبرنامج الذي سطره الحزب، وكذلك كان على الصعيد الوطني ولا الصعيد الجهوي ولا الصعيد الإقليمي. فحظ للجميع وشكرا لك.